السلام عليكم احبابي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال. اليوم غادي نقدم معكم واحد الكيكه ديال التفاح. سبق لي درت عدد كبير ديال انواع ديال الكيكه التفاح، ولكن كل مره كنعطي واحد النوع وكنأكد على الموسم. نزيد كيكون موسم ديال شي فاكهه ولا ديال شي خضره كناكلوها في الحين ديالها. اليوم غادي نقطع معكم هاد الكيكه اللي غتجي غنيه بالشكل تاعي، كتجي معلكه من الداخل مزيان وحشوتها فيها. هانتوما كيف شفتو، ها واحد الطبقه ديال التفاح كراميليزي، كتجي غزاله غزاله غزاله. يعني مكنضيفوش على شي اضافات اللي هي صعيبه ومعقده. كنتمنى الوصفه تعجبكم، دوزوا معايا نحضروها جميع وفرجه ممتعه. المقادير ديال الكيكه ديالنا كالتالي: عندنا 3 ديال البيضات وكاس ديال الحليب، نص كاس ديال السكر سنيده، ونص كاس ديال الزيت، جوج خمارات، وواحد فاني، شويه ديال الملح، والقياس ديال الدقيق تقريبا واحد 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الفورس. وهذه طبقه كتجي من الفوق كغارنيتير، شويه حفنه ديال التمر، حفنه ديال اللوز المهرمش، وحفنه ديال الشوكولا، كتبقى اختياريه، اي حاجه تقدروا تروح بلاصيوها بهاد الغارنيتير هادي. اول حاجه شنو غادي نديرو؟ غادي ناخذ التفاح، غادي نقيه وغادي نديرو مع كراميل. الا شفتوني درت نص كاس باش ما تجيناش حلوه بزاف، كاس قسمناه نص كاس غنديرو مع التفاح، ونص كاس غنديرو مع العجينه ديال الكيك. غادي ناخذ واحد الكاسرول وغندير فيها الكراميل كما شفتو، غادي نوزعوها هكا باش يذوب بالتساوي صافي، وغادي نخلي حتى يتكرمل. الوقت اللي كنديروا الكراميل غادي نقي التفاح وغادي نحكو ونكمل معكم الوصفه. هانتوما كما شفتوا راه ما قصتو ما حتى حاجه، خليت عليه العافيه شويه متوسطه كيتكراميل بوحدو. نسيت يعطيني واحد اللون ديال الكراميل عاد نرمي عليه التفاح. صافي هو خدا هاد اللون، واخا ما كيبانش مع الطاوة شوية لونها غامق، يعني هذا هو اللون ديال الكراميل. كما قلت لكم هو التفاح نقيته وحكيته بالحكاكة الغليظة. لي تكون مزيان ودير عليه واحد الكثره ديال الحامض، كما ذكرت لكم في المقادير جوج ديال الفاني، وحده غنديرها في الكيك وحده غادي نديرها في التفاح. الفاني كيتواتر مزيان مع التفاح مع الكراميل كيعطي واحد اللون زوين. هاد الوقيتة غادي ننجح بالعافية، عندنا الما غادي الأهل التفاح غادي يطلق الما ديالو صافي. غادي نخليه يتعسل مزيان مزيان ونكملو الوصفة. التفاح بعد ما وجد كيما شفتو تنشف تماما من داك الما وتعسل وبرد، دابا غادي نوجد الكيك. كما كتعرفوا التحضير المسبق تيساعدني بزاف في الخدمه ديالي. شديت المرتب ودهنته بالزبده، شعلت الفران، دابا غادي نوجد معكم الكيكه. هانتا البيض هو الاول، شويه ديال الملح ضروري باش كيقاد لينا الذوق، وغادي نزيد نسكر ديال السكر سنيده.
كما قلت لكم النص درتوه في التفاح والنص هنا باش ما تجينا الحلاوه ديالها مقاده ما تجيناش حلوه بزاف. نزيد الزيت نزيدو الحليب او ياغورت هذا اللي وجد نزيد الساشي ديال الفاني ندير الحليب شويه بشويه وما ننساش الساشي ديال الخميره الا شكيت فيها مكوره نهرب لها صافي ملي كنوصل لهاد التكستور هادي صافي الكيكه ديالنا وجدت. دابا ندوزو للمونطاج ديالها كنقسم هاد العجين على جوج النص غنديرو لتحت كطبقه سفليه نوزعها مزيان على الاطراف غناخد التفاح وغادي نحاول نديرو كطبقة من الوسط راه كيما شفتو التفاح كلو راه هبط منين طاب مبقاش ديك الكثرة اللي كان فيه في الأول نفقد الماء اللي فيه ولكن صدقوني كتجي واحد كيكة خطيرة المهم كنحاول نخليتها بلاصه خاويه نعطيها الخاطر شويه حتى الفرشه تبقى شويه كتعاون كما شفتوا انا ما وصلتش للاطراف حاولت نخلي واحد سنتيم في الجناب باش ديك التعليقه تبقى لي غير في الداخل ديال الكيكه داكشي اللي بقى لي في العجينه غادي نحاول نغطي التفاح كامل صافي بعد ما غطيت ليها الوجه كامل غادي نخلط هاد المحتويات هادو اللي هنايا كناخد داك الشكلاط واللوز والتمر الكارنيتور كتبقى اختياريه غادي نحاول نخلطهم مزيان مزيان وغادي نديرو كطبقه ثالثه يعني كيجي واحد الكيك غني بالمكونات اللي فيه وفي نفس الوقت كنستهلكو التفاح هذا هو وقته صافي كندير الفران على درجه ديال 120 دوغري واحد ربع واحد ساعه الا ربع يعني 45 دقيقه وغتكون واجده الكيكه ديالي بعد ما خرجتها من الفران على هذا الشكل هذا كنتمنى تعجبكم وتجربوها تردوا عليا في التعاليق وشكرا لكم.